بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني أخواتي أحبتي في الله، إن شاء الله يعني نحاول قدر الإمكان أن نجيب على أكثر التساؤلات اللي منتشرة بناتنا في هذه الآونة. وإحنا في هذه الآونة يعني الأسئلة اللي بتجيني وهي بالمئات يوميا، يعني تقريبا يمكن جمعها في مجموعتين. المجموعة الأولانية حول مرض كورونا وهذا الفيروس اللي منتشر في الدنيا، والمجموعة الثانية حاليا عمالة تتركز عن اعتقالات أمراء بني سعود في المملكة العربية السعودية، تقريبا في هذين الأمرين. ومن ضمن الشق الثاني اللي هو إغلاق صحن الحرم المكي، ليش أغلقوه وحصروا عملية الطواف فيه. نحاول قدر الإمكان إخواني نحن يعني نحلل الأمور اللي موجودة، ونقول دائما هذه اعتقادات يعني ظنية وليست قطعية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا السداد بإذنه تعالى. أول شيء إخوان نبدأ من منطلق إنه إحنا تكلمنا ودروسنا تتكلم في آخر الزمان، تتكلم في آخر الزمان. وقلنا إخواني يعني إحنا قسمنا الزمان إلى أربع مراحل، أربع مراحل. المرحلة الأولانية اللي هي علامات الساعة الصغرى، المرحلة الثانية آخر الزمان، المرحلة الثالثة علامات الساعة الكبرى، المرحلة الرابعة سميناها الساعة. يعني هناك فرق، يعني نقول هناك فرق، واللي بتتبع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يميز ما بين آخر الزمان اللي مرتبط في القرآن الكريم مع كلمات الوعد أو الوعد الحق، وما بين الساعة اللي هي قد تشمل آخر الزمان، قد تشمل علامات الساعة الصغرى الكبرى، ولكن آخر الزمان قد تمتد إلى يوم القيامة. ونذكر إخوان أهوال يوم القيامة لا تقوم إلا على لكع ابن لكع، يعني على كافر، يعني المسلمين بكونوا انسحبوا من هذه الدنيا قبل أهوال يوم القيامة. وقلنا إنه الحد الفاصل، الحد الفاصل ما بين هذه الأمور، أول شيء قلنا إنه علامات الساعة الصغرى تنتهي تقريبا وتبدأ أو يبدأ آخر الزمان ببداية الوعد الحق. ونذكر إخوان بداية الوعد الحق مرتبط في القرآن الكريم بعلو بني إسرائيل الثاني، هذه بداية آخر الزمان، بداية الوعد الحق. وقلنا إنه بداية علو بني إسرائيل الثاني تبدأ بدخول بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة في مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى اللي منعهم منهم يدخلوا فيه إلى الأرض المقدسة. وهذا إخواني إحنا رجعناه، إحنا منرجعه دائما. ليش؟ لأنه المساءلة دائما بيسألوني هذا كلامك، فأنا بقول لا، أنا ما بقول إشي من عندي، أنا شو بقول؟ بقول قال الله وقال الرسول في القرآن الكريم في سورة الأنبياء رقمها 21 للي بده يرجع لها من اللي بتابعونا، في الآية رقم 95 من سورة الأنبياء ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ وحرام على قرية، وقلنا هاي القرية هي قرية بني إسرائيل، وحرام على قرية أهلكناها، يعني طردناها من الأرض المقدسة عندما كذبوا عيسى عليه الصلاة والسلام وحاولوا قتله وقالوا أنهم قتلوا، أهلكناها.
وجاء تيتوس وهريديان الدولة البيزنطية وقتها وطردوهم من الأرض المقدسة وحرموا عليهم العودة وتوعدوا كل من يعود بالقتل، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، ممنوع يرجعوا للأرض المقدسة، ممنوع يدخلوا الأرض المقدسة، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون لإمتان حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. طالما أنه يأجوج ومأجوج لم تظهر في عندكم حرمة ممنوع، وقلنا أنه هذا الكلام موجود عندهم في التوراة وهم كتبينه في أرمة موجودة لافتة موجودة على باب المغارب لكل يهودي يريد الدخول إلى هذا المكان تبرئة لذمتهم الحاخامات، يعني بيرموا الشغلة وبعدين يقول لك أنا ما خصنيش بدك تسويها سويها، كتبين أرمة هناك مكتوب إنه الصعود أو الدخول إلى منطقة هم بيقولوا جبل الهيكل إحنا بنقول المسجد الأقصى ممنوع بأمر التوراة، ممنوع بأمر التوراة لقداسة المكان. فنقول إخوان إنه هذه بداية الوعد الحق دخولهم الثاني ويبتدئ من عام 48، هذه بداية الوعد الحق بداية آخر الزمان. متى ينتهي آخر الزمان؟ كما علمنا سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، هذه شو بتكون؟ بتكون آخر فترة آخر الزمان، ثم بعدها يعني في عنا فترة راحة مقدار هاي ربما 40 عام لحياة سيدنا عيسى. هلأ في الوعد الحق إخواني يعني تبدأ بني إسرائيل بالصعود، وأمددناكم بأموال وبنينا وجعلناكم أكثر نفيرة، لحد إمتان؟ لحد ما توصل القمة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا علوا، وقلنا أن علو بني إسرائيل متى يكون؟ باتباعهم الأعور الدجال. إذا ظهر الأعور الدجال وخرج الأعور الدجال وأخرجوا الأعور الدجال فاتبعوا الأعور الدجال، هذا شو بكون؟ قمة الفساد. وقتها يستحق العقاب، وأول استحقاق العقاب شو بكون؟ بنزول سيدنا عيسى وقتله للأعور الدجال. وقلنا إنه قبل ما ينزل سيدنا عيسى، قبل ما يستدعو الأعور الدجال، في عنا أمور في آخر الزمان بعد علو بني إسرائيل. وقلنا هاي الأمور كالآتي إخوان، نذكر فيها ونعيدها. أول إشي علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنكم تكادون أن تكونوا جند مجندة، جند في العراق، جند في الشام، وجند في اليمن. هذه ثلاث محطات بعد دخول بني إسرائيل، أن نشهد حرب عظيمة على أهل العراق، أن نشهد حرب عظيمة على أهل الشام، أن نشهد حرب عظيمة على أهل اليمن. هذه ثلاث محطات، وقلنا هذه المحطات الثلاثة حاليا صارت موجودة، يعني هذا جزء من آخر الزمان. ثم بعد هذه المحطات الثلاثة شو علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال عمارة بيت المقدس، وقال خراب يثرب. وإحنا شفنا إخوان الحمد لله في الآونة الأخيرة، بالذات في الآونة الأخيرة، من أعظم سمات العمارة لبيت المقدس اللي هو إشي بنسميه الفجر العظيم، يعني صلاة الفجر العظيم اللي انتشرت في كل مساجد الأرض المقدسة، هذه سمة عن إيش؟ عن عمارة بيت المقدس، إنه عمارة القلوب والعقول عند العلماء وعند العامة إنهم يتوجهوا لله سبحانه وتعالى، وبالأخص في صلاتهم للفجر. هذا شو ما لهم نقول عنها؟ قمة العمارة. خراب يثرب، وشفنا كيف إنه الفساد بدأ يدب في بلاد الحرمين، المراقص والخمارات، وبدناش نحكي كتير شغلات، يعني قاموا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شو حطوا محلها؟ هيئة الترفيه. يعني هذا شو نسميها؟ خراب يثرب. هذه صارت موجودة، عمارة بيت المقدس، خراب يثرب. هلا شو بنقول ثم ماذا؟ حسب الترتيب تبع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ايش اللي راح يصادفنا بعد هدول؟ منقول اخوان بعد عمارة بيت المقدس وخراب يثرب، في عنا علامة اللي بنسميها موت خليفة. موت خليفة. هلا مين هذا الخليفة اخوان؟ احنا نقول دائما الله اعلم، نتكلم في الظن، ولكن نقول أغلب الظن والله أعلم إنه يعني الخليفة، إذا أنا بدي أطلقه بدي أخذ أطهر المناطق على وجه الأرض للمسلمين اللي هي أرض الحرمين، وبدي أخذ أطهر منطقة فيها اللي هي الكعبة، فسيكون القائم على الكعبة وعلى الحرمين هو هذا الخليفة. وهذا الخليفة حاليا مين هو؟ الملك سلمان ابن عبد العزيز. فنقول لربما ولا نجزم، نقول الله أعلم، إنه موت خليفة في الترتيب الزماني للإمارة للأمارات والإشارات والعلامات
هو موت هذا الخليفة، ولكن نقول الله أعلم. ثم بعد موت هذا الخليفة يتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام على اقتتال ثلاثة كلهم ولد خليفة على كنز الكعبة، يعني على البترول وعلى النفوذ وعلى القوة وعلى لربما كنز حقيقي مدفون تحت الكعبة كما تكلمنا في دروس سابقة، لا نعلم بالضبط بالتأكيد، ولكن سيتم اقتتال ثلاثة. وإحنا إخواني شفنا في الآونة الأخيرة كيف أن محمد بن سلمان اللي هو ولي العهد الحالي قام باعتقال إيش؟ مجموعة من الأمراء وعلى رأسهم عمه تقريبا 80 عام لا إله لا بس مش مشكلة. التلفون اللي بستخدمه صادرونا تلفوني آخر مرة فجبنا لا إله على قدر الكان. وأنا يعني إذا حدا بيشاهدنا رجاء ما تقوموا بالاتصال حاليا لأنه عمالنا مسجل درس، وهذا التسجيل يعني الاتصالات بتشوش على الدرس معنا، وإذا كان العماله بتصل مش عماله بتابع الدرس يعني نعتذر من المشاهدين على هذا التشويش. طيب قلنا معناه في الآونة الأخيرة شهدنا عملية اعتقال لبعض الأمراء المقربين من سدة الحكم في بلاد الحرمين. محمد بن سلمان قام باعتقال شخصيتين هامتين، الأولى اللي هو عمه اسمه أحمد ابن عبد العزيز، هذا تقريبا 80 عام باعتقاله، وابن عمه اللي هو محمد ابن نايف واللي كان ولي العهد المفترض مكان محمد بن سلمان. معروف انه محمد او احمد اللي هو عمه هو احد ثلاثة من القائمين على هيئة البيعة او يعني عملية التنصيب اللي هم بيحددوا من سيكون الخليفة القادم او الملك القادم على بلاد الحرم. احنا نقول ولما هذا الاعتقال؟ تتذكروا اخواني قبل فترة تم عملية اعتقال لكثير من العلماء والامراء اللي كان حشرهم في الفندق في ذلك الوقت. الخلاف او الاختلاف بين عملية الاعتقال الاولى وعملية الاعتقال الثانية، عملية الاعتقال الاولى تمت بمماركة مين؟ ترامب امريكا. وقتها محمد بن سلمان دفع مبالغ طائلة جدا لصالح أمريكا، يعني دفع حق هاي الاعتقالات عشان تبارك له هاي الاعتقالات. أما الاعتقالات الحالية لا أعتقد أنها كانت بمباركة ترامب أو أمريكا. ليه؟ لأنه الشغلة بدأت إخواني من إمتى؟ أنه في عملية تقطع الطرق، وتذكروا إخوان تقطع الطرق وتقطع التجارات هي أيضا سمة من السمات المعروفة عن آخر الزمان، أنه في آخر الزمان وفي وقت الوعد الحق تتقطع الطرق يعني تنقطع التجارات. فنقول في الأول الأخير لأنه هذا الفيروس انتشر في العالم وبدأت الطرق والبلاد تقوم بإغلاق حدودها وصار في انقطاع للالطرقات وصار في عملية حبس منزلي لكثير من الناس بالملايين داخل بيوتهم، عملية الطلب أو الطلب على البترول انخفضت قليلا كثيرا، يعني بطل في طلب عليكم السلام، بطل في طلب على سلعة البترول، وسلعة البترول هي السلعة الأولى لمين؟ لبلاد الحرمين للسعودية. هلا لما يقل الطلب شو بيصير في السعر؟ بنزل السعر. هلا عشان أنت تحافظ على القيمة تبعت البترول تبعك شو لازم تسوي؟ تقلل الإنتاج، مش بدك تزيد العرض، بدك تقلل الإنتاج، هذا ليش الطبيعي. هلا في عنا معسكرين كبيرين بقوم بتسويق البترول في الشرق الأوسط اللي هم مين؟ عندك أوبك، منظمة أوبك اللي فيها مجموعة كثيرة من الدول العربية المنتجة للبترول، وفي عندك التجمع الروسي، وهدول في بيناتهم تفاهمات، يعني في بين أوبك وبين روسيا تفاهم. هلا اللي صار في الآونة الأخيرة إنه محمد بن سلمان يعني ناقش بوتين على عملية إيش؟ تخفيض الإنتاج، بدنا نخفض الإنتاج عشان نحافظ على السعر. بوتين رفض، ما بده يخفض الإنتاج. فشو سوى محمد بن سلمان؟ نكاية محمد بن سلمان يعني شخصية لربما يعني تتصف بالطفولة أو إنه الطيش أكثر من الحكمة، فقام بزيادة عملية الإنتاج، يعني هو كان يطالب بتخفيضها ولكن لأنه بوتين ما قبل يخفض شو سوى؟ قام بزيادة الإنتاج في العربية السعودية وأعلن بده يزيد الإنتاج.
هلا لما بدك تعلن انك بدك تزيد الانتاج في وقت اصلا فيش طلب على البترول، شو بصير في السعر؟ بينزل كمان وكمان. فخسرت تجارة البترول تقريبا 30% من قيمتها في ايام قليلة. هذه الخسارة العظيمة لقيمة برميل البترول ب 30% او لو ربما اكثر، شو بتأثر؟ بتأثر على البورصات الموجودة في الدنيا، من ضمنها بورصة السعودية والامارات، ومن ضمنها ايضا البورصة في نيويورك في امريكا. فنيجي ننقل الصورة، ننتقل في صورتنا لفين؟ لأمريكا. أمريكا إخواني على رأسها ترامب، وإحنا بنعرف ترامب يعني اللي بتطلع عليه بيشوف أنه شخصية هزلية تافهة لآخر درجة، ولكن هو بالنسبة للأمريكان، الأمريكان محقق لهم اقتصاد ثابت، بدخل عليهم مصاري، بيبتز الناس وبياخذ مصرياتهم بالخاوة، وبدخل المصاري على الخزينة الأمريكية. فبالنسبة لهم ماله، هو بيحقق مصلحة لمين؟ لأمريكا. هلا لما تنخفض البورصة الأمريكية وترامب بيقول أنا أكثر شيء حققته لكم اللي هو المكاسب المادية، وبتنخفض البورصة، كأنه إيش؟ كأنه يأخذ طعنة. هاي الطعنة عمالي بياخدها من مين؟ مين السبب فيها؟ محمد بن سلمان. يعني اللي سواه محمد بن سلمان كأنه طعن في ظهر مين؟ ترامب. مع انه محمد بن سلمان شو بيحتاج؟ بيحتاج ترامب، وترامب بيحتاج مين؟ محمد بن سلمان. والمصلحة اللي بيناتهم متوافقة 100%. هذا بضخ مصاري لهذا، وهذا مبسوط عليه لأنه بضخ له مصاري، وبقول له انه انا بحميك وهميا من إيران ومن التهديدات اللي موجودة، وبسوي علاقات بينك وبين الكيان وأشخاص آخرين، وبقدمك في هاي الحياة وبحميك. يعني هاي الشغلات اللي موجودة العلاقة بيناتهم. هلا ترامب في التالي يجي نسأل، هل ترامب فعليا مهتم بمحمد بن سلمان كشخصية، ولا بيهتم في المصاري اللي بتيجي من العربية السعودية؟ نقول بيهتم في المصاري اللي موجودة في العربية السعودية. لما تصير مثل هيك المشكلة، ترامب على ايش بتطلع؟ بصير يتطلع بقول لك طيب لو انا وجدت شخصية اخرى هقيم فيها محمد بن سلمان، واحط هاي الشخصية، وهاي الشخصية موافقة انه هي تمدني بالاموال اللي كان محمد بن سلمان بمدني فيها، فشو بسوي؟ بعمل بقيم محمد بن سلمان بكشه. هذا الشيء مين استشعره؟ محمد بن سلمان. محمد بن سلمان استشعر انه الضربة اللي ضربها لترامب لربما لم تكن مقصودة، بس النتيجة اللي كانت موجودة كانت سبب في تحول علاقته مع ترامب، وانه ترامب يبحث عن بديل. هلا شو بده يسوي محمد بن سلمان؟ بده يحمي ظهره. كيف بده يحمي ظهره؟ بده هذا البديل اللي ممكن يطلع له ترامب يحطه محله، شو يسوي؟ يقيمه من الطريق. فبدأت عملية الاعتقالات. هاي الاعتقالات لم تكن بموافقة أمريكا أو ترامب، ولكن كانت حتى أن محمد بن سلمان شو يسوي؟ يحمي ظهره من ممكن خطوة استباقية. في كل الأحوال أكيد أمريكا بتقدر توصل لهدول الشخصيات، يعني هو اعتقل مجموعة من الشخصيات المحتمل. يعني خلينا نقول التركيز كالآتي، التركيز أول إشي على رأس القائمة مين ممكن يخلف محمد بن سلمان يتم اعتقاله. المرحلة الثانية مين ممكن يدعم هدول اللي راح يخلفوا محمد بن سلمان أيضا يتم اعتقاله. المرحلة الثالثة توجيه تهديدات للبقية، توجيه تهديدات للبقية إنه إياكم، هل أنا مستعد إني أنا أعتقل رأس الهرم، فما بالكم في وسط الهرم وقاع الهرم؟ ما راح يكون في عندي أي مشكلة إني أنا أعتقل أي واحد فيكم من العائلة الحاكمة. الهيئة تبعت الهيئة اللي هم مشرفين عليها فيها تقريبا 36 مشترك، يعني في اثنين منهم بيقوموا لأنه فيش لهم أولاد ذرية من الأولاد، ولكن في عندك 34 ممثل. هو شو اعتقل؟ اعتقل رؤوسهم. اعتقال رؤوسهم شو بكون؟ مثابة ضربة للبقية. وبعديها بعد عملية الاعتقال بتم توجيه تحذير للبقية، إياك ثم إياك ثم إياك، ويتم الطلب اللي بده يتمه في الصورة. يجب أن يعلن واحدة من تنتين أنه يعارض من يعارض محمد بن سلمان، وأنه مع محمد بن سلمان.
لازم تعلن ولائك لمحمد بن سلمان، ولازم بطريقة ما تدور شو في نقاط نأخذها على هؤلاء اللي أنا اعتقلتهم تظهرها للعلن. عشان هيك إخواني ما تستغربوا إنه بعض أفراد الحق العائلة الحاكمة بعد اعتقالات محمد بن سلمان شو سوت؟ أخرجت تصريحات إنه محمد بن نايف أو فلان الفلاني أو فلان الفلاني من اللي اعتقلوا محمد بن سلمان شو مالهم؟ مدمنين مخدرات. أخرجوا تصريحات بهذا الشكل، يعني بدأت الاتهامات تكال إلى هؤلاء. إخواني إحنا مش مع شخصية ضد شخصية، ولكن إحنا بنحلل الوضع على صورته اللي موجودة. ونقول إخوان إنه هذا الأمر أيضا شو خلى، يعني من الخطوات الاحترازية اللي قام فيها محمد بن سلمان شو هي؟ إنه هو أغلق صحن الكعبة، وهذا أمر صعب جدا، يعني ما تم إلا 4 أو 5 مرات في التاريخ كله خلال 1400 سنة اللي إحنا شهدناها، يعني 3 أو 4 مرات لربما 5 مرات تم فقط فيها إغلاق صحن الكعبة. آخر مرة يعني لربما كانت قبل 40 عام في حادث جهيمان، وقبلها يعني مرتين ثلاثة في التاريخ غير هذه الحالات. فنقول عملية إغلاق صحن الكعبة ليه؟ لأنه كان في اعتقاد والله أعلم عند محمد بن سلمان أن هناك شيء يحاك، ولربما أدى لإيش؟ إلى أنه على سبيل المثال إذا توجه ترامب أمريكا توجهت لشخص أنه أنا راح أدعمك إذا أنت صعدت، وراح أعين محمد بن سلمان وأحطك، شو بده؟ بده بيعة، ولكن خارج العائلة السعودية. هلا بده بيعة خارج العائلة السعودية عادة فين بتتم البيعة إخواني؟ عند أسطار الكعبة. يعني بيجي هذه الشخصية عند أسطار الكعبة، بتعلق بأسطار الكعبة، وبيجي أكم من شخص شو بسووه؟ ببيعوه وبتتم البيعة من هناك. فكخطوة احترازية شو تم؟ تم إغلاق صحن الكعبة بالكامل حتى أنه ما تتم هذه البيعة. وإذا بتلاحظوا إخوان أيضا إذا نظرنا راح نشوف أنه محمد بن سلمان أيضا كان متخوف من عملية بيعة أخرى، مش بيعة ضده، عملية بيعة أخرى اللي هي قد تكون لمين؟ للمهدي. قلنا أنه إحنا في آخر إيش؟ الزمان، وهناك كثير من الأحداث والأخبار التي تتكلم ويتم تداولها أنه بيعة المهدي شمالها قاب قوسين أو أدنى في السنة اللي إحنا موجودين فيها 2020، يعني تكلمنا لربما تكون ولربما يكون هذا العام هو عام البيعة. وهذا الشيء إخواني تكلمنا فيه كثيرا، وكل الشواهد كانت موجودة أنه لربما يكون هذا العام عام البيعة. عشان هيك إذا تطلعوا عملية إغلاق الكعبة شو كمان شملها؟ إغلاق المقام. يعني مش بس هم سكروا على الكعبة، إذا أخذنا مقام سيدنا أبونا إبراهيم راح تلاحظوا أنه مش دائرة عملية إغلاق الكعبة، لا في منطقة بتيجي تقريبا شكل مثلث. ليش؟ لأنه مد عملية الإغلاق كمان لإيش؟ للمقام. فأغلق الكعبة وأغلق المقام. ليش؟ لأنه عملية بيعة المهدي كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام فين راح تتم؟ ما بين الركن والمقام. فهو أراد أن يحصر الأمرين زي ما بقولوها، يصيد عصفورين بحجر، يعني يغلق الكعبة والمقام ويمنع عملية بيعة المهدي، ويغلق الكعبة ويمنع عملية بيعة أي واحد قد يطالب بالحكم بدل محمد بن سلمان. قول إخواني أي الأحداث كلها يعني لربما تشير هذا التصارع الكبير في الأحداث لربما تشير فعليا نحن في آخر اللحظات والله أعلم. دائما نقول والله أعلم، إلا أنه يعني مع أنه إحنا نقول الله أعلم، بس يعني نظرتنا للأحداث اللي موجودة بتقول أنه إحنا في وقتها. ليش؟ لأنه تكلمنا عن العراق، اليمن، سوريا، تكلمنا عن عمارة بيت المقدس، خراب يثرب، في عنا إيش؟ موت خليفة. أنا أتكلم في موت خليفة. إذا أنتم بتلاحظوا إخواني يعني في الفترة الأخيرة، وخاصة نرجع لعملية اعتقال العلماء أو خلينا نقول اعتقال الأمراء، اعتقال المرشحين أن يكونوا خليفة لمحمد بن سلمان، هذا شو بتشير؟ كمان في لها دلالة. الدلالة الثانية أو إحدى دلالاتها واحدة كالآتي، نقول إما أنه سلمان نفسه اللي هو الأب اللي هو الحاكم الحالي يعني يريد أن يتنازل عن الحكم لمين؟ لابنه محمد بن سلمان،
ولا يريد أن يعطي الفرصة لآخرين بمنافسته على هذه البيعة أو التنافس أو التنازل. لربما يعني لربما يكون محمد سلمان حي وموافق على أعماله بيصير. وشفنا إخواني إنه بعد ما كتير من الناس تداولوا إنه سلمان مات أو سلمان يحتضر، كتير من المقربين والمعارضين والمطلعين أخرجوا منشورات سواء على الفيسبوك على تويتر على شغلات كتيرة إنه احتمال كبير، حتى إنه في شخص يقول إنه هو موجود في ثلاجة ولكن ينتظر إيش لحظة إعلان وفاته في الوقت المناسب. نقول الله أعلم، ما في عندنا اطلاع، بس عملية اعتقال هؤلاء تدل واحدة من تنتين: إما إنه الأب حي وموافق على تنصيب ابنه وأطلق له العنان إنه هو يسوي اللي بده إياه، نسوي اللي بدك إياه في الاعتقالات، يعني رتب حالك، احمي ظهرك، سكر على المعارضين إليك بأي طريقة. واحتمال ثاني إنه سلمان إما إنه مريض لا يستطيع التكلم وإعطاء الأوامر، أو لربما مات فعليا. فبالتالي شو بده يسوي محمد بن سلمان قبل ما يعلن وفاته ويكون في أمور قد تحدث بعد هذا الإعلان؟ شو بده يسوي؟ بده يرتب الأمور في عملية الاعتقال قبل بسلف، حتى إنه لما يعلن وفاته تكون الأمور مرتبة. فهذا الاحتمالين واردات إخواني. فنقول إخواني إنه موت خليفة، موت خليفة وارد في الأحاديث، وموت خليفة مرتبطة مع إيش؟ مع اقتتال ثلاثة على الحكم. وحاليا شفنا إنه المرشحين للخلافة هو أخوه لسلمان هو أحمد، وابن أخوه لمحمد بن سلمان اللي هو ابن نايف محمد بن نايف، وابن سلمان نفسه محمد ابن سلمان. هدول الثلاثة لربما يكونوا هم الذين، ولا ربما يكون آخرين، ولكن في ثلاثة سيقتتلوا على إيش؟ على خلافة هذا الملك عند موته. نقول إخواني إنه والله أعلم، يعني إحنا في وقتها. هلأ بعد إذا جينا للترتيب، في أنا منام ما بقي من أحداث كالآتي: موت خليفة، اقتتال ثلاثة على الحكم، ثم في عنا شيء اسمه الرايات السود. يعني في ترتيب من الأحاديث اللي بناخدها الأحاديث الصحيحة، يعني تيجي الرايات السود بعد إيش؟ بعد اقتتال ثلاثة. ممكن واحد يقول بس احنا في عنا الرايات السود اللي بسموها داعش. نقول هاي ليست هي الرايات السود، هذه مزيفة وتم زرعها أو تسلقت على الشجرة حتى انها شو تسوي؟ تضل الناس عن الصورة الحقيقية. الرايات السود ستظهر من جهة المشرق، وفي حديث تشير لها انها ستظهر وستأتي من خراسان. امتان؟ بعد اقتتال ثلاثة، بعد موت خليفة. هذا الترتيب. وستحدث مقتلة عظيمة في بلاد الحرمين نتيجة هذا الاقتتال. والرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا انه في ظهور الرايات السود الحقيقية، انتبهوا، الرايات السود الحقيقية سيكون فيها ايش؟ المهدي. يعني المهدي تم بعد هذول الاشارات: موت خليفة، اقتتال ثلاثة، الرايات السود، بعد شو بيجي عنا؟ المهدي. هلا بعد المهدي مين راح نشوف؟ راح يتكشف وتتكشف حقيقة السفياني. ليش بقول تتكشف؟ لأنه سفياني أصلا يكون في الساحة ويعمل في الساحة لربما قبل المهدي بعشرات السنين، موجود. يمكن يكون، أنا بعتقد أنه موجود على الساحة من سنة 2010 أو 2011 ونعماله بيشتغل في الخفاء، ولكن ظاهره الخير وباطنه الشر. وكونه ظهر الخير فهذا بيعني انه ما راح تتكشف شخصيته الا في لحظة جمعه لجيش ينزل فيه من سوريا العراق باتجاه بلاد الحرمين حتى انه شو يقاتل ويقتل المهدي. ولما تتكشف حقيقته ويهبط هذا الجيش سيخسف به في بيداء، نسميه جيش القسف. يعني الله سبحانه وتعالى سيخسف فيه بطريقة ما، ولن يبقى منه إلا شخص واحد، جندي واحد، حتى يخبر باقي الناس ماذا سيحدث. معناه في عنا مهدي، بيعته
وإجباره على البيعة، ويصدق بيعته إيش؟ الخسف بجيش السفيان، الخسف بجيش بيداء. أنا بعد ما يخسف بجيش بيداء تبدأ حروب المهدي الأربعة. قلنا في عنا أربع حروب للمهدي: الحرب الأولى في بلاد الحجاز، الحرب الثانية مع فارس، والحرب الثالثة راح تكون فتح روما أو القسطنطينية. ونذكر في مدينتين نطلق عليهم القسطنطينية، واحدة في تركيا والثانية فين؟ في إيطاليا، في إيطاليا بنسميهم. فروما في إيطاليا اسمها القسطنطينية. لما تسمى القسطنطينية أيضا؟ لأنه اللي بناها اللي هو قسطنطين، قسطنطين يعني نسبة إلى قسطنطين اللي بنى هذه المدينة وبنى المدينة في تركيا، التنتين يسمى مالهم القسطنطيني. فالأرجح إخواني كما نفهم من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الحرب الثالثة ستكون في روما، وستفتح القسطنطينية اللي هي روما بالتكبير، والحرب الرابعة راح تكون مع مين؟ مع الأعور الدجال، يعني في الأرض المقدسة. هلأ إبان هذه الحروب إخواني، يعني قبل الحرب الرابعة، قبل الحرب الرابعة للمهدي اللي حرب فتح بيت المقدس، في فترة الحروب الثلاثة سيبدأ الجوع ويزداد قليلا قليلا. فينا ثلاث سنين، خلينا نقول في آخر الزمان، يعني خود من لحظة ظهور الأعور الدجال وانزل بنزول قبلها بثلاث سنين، هذول بنسميهم سنين القحط أو الجوع. في أول سنة منهم تمسك الأرض والسماء ثلث ما عندها، السنة الثانية ثلثين، والسنة الثالثة تمسك كل ما عندها فيزداد الجوع. عشان هيك لما يأتي الأعور الدجال يأتي على إرهاق من الناس، الناس مالها تعبانة من الجوع، وسيأتي ومعه جبل من خبز وجبل من ماء، يعني معه نعمة حتى أنها تكون فتنة لهؤلاء الناس. فالناس الجوعانة التعبانة المرهقة لما تشوف الطعام، بالأخص النساء إخوان اللي عندها أطفال تبكي من الجوع، ستتبع الأعور الدجال. عشان هيك بنقول إخوان الأعور الدجال، يعني يفضل انك انت ما تخرج تقول انا قد الخروج وقد مواجهته، لانه عنده من الحيل وعنده من النعم، وانت عندك من الكروبات والهموم ما قد يجعلك تفتن بالأعور الدجال وتتبعه. انا اقول اخواني يعني هذه ستكون ايضا في اخر الزمن. هلا قبيل الأعور الدجال اخواني ايضا لربما كان في اشارة، غير الجوع، ثلاث سنين الجوع، قبيل ظهور الأعور الدجال لربما كان إشارة أخرى اللي اسمها إيش؟ الطارق. الطارق هلأ متى سيكون الطارق؟ لا نعلم، ولكن في الأحاديث أن الطارق إشارة لمين؟ إشارة لظهور الأعور. هلأ هناك إخواني من يسألني وبقول لي طيب الصيحة، ما بال الصيحة؟ يعني هناك من يعتقد أن شهر رمضان اللي جاي علينا سيكون شهر الصيحة، يعني كمان شهر وقليل سيكون شهر الصيحة، لأن هناك أحاديث تشير لأنه في شهر رمضان أول جمعة وأوسط جمعة وآخر جمعة سيكون في صيحة. وننبه إخوان إنه أحاديث الصيحة كلها اللي موجودة بنسميها أحاديث ضعيفة، ولكن نقول إنه كون الحديث ضعيف لا يعني إنه هو مكذوب، نقول عنه ضعيف، يعني لربما يحدث لربما لا يحدث. عشان هيك صيحة يعني صوت قوي جدا، كل من يسمعه قد يموت. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الضعيف يطلب منك انك انت تلتزم دارك، وانك انت تسكر بابك وشبابيكك، وانك انت تحصن حالك في ذلك اليوم، يوم الجمعة اللي هو راح يكون فيه الصيحة في وسط رمضان. فنقول اخواني يعني لا بأس للي بده، انت مش مجبر، ما في واجب شرعي عليك، ما في عليك واجب شرعي، لانه لا يؤخذ بالحديث الضعيف، يعني لا يبنى عليها احكام شرعيه. بس اللي بيسالني بيقول لي يا شيخ انا بدي ادخل داري في يوم الجمعه واسكر علي بابي، شو بقول له؟ انت حر، ما بقدر امنعك، ما بقدر امنعك، فلك ان تفعل ان انت شئت او انت خفت. اذا انت كنت خايف انه ربما كان هذا الشهر هو شهر الصيحه، لك ان تفعل ان انت شئت. فنقول اخواني ايضا يعني في عندنا شيء اسمه الصيحه، في عندنا شيء اسمه الطارق. هلا بعد ظهور المهدي وبعد ما ياتي بعد ما ظهور المهدي وبعد ظهور الأعور الدجال، عندما تصل حروب المهدي للحرب الرابعه
ويصل بطريقة ما إلى الأرض المقدسة، إلى بيت المقدس، ويحاصر داخل المسجد الأقصى، يحاصر الأعور الدجال وأتباعه. سيرسل سبحانه وتعالى سيدنا عيسى وسيهبط على جناح ملكين، ويهبط في بلاد الشام في المنارة البيضاء، ثم يتقدم باتجاه المسجد الأقصى. وعندما يصل إلى المسجد الأقصى يعني يحاول المهدي أن يقدمه للصلاة فيرفض، يقول له لقد أقيمت لك. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: منا أهل البيت من يصلي عيسى خلفه. فيخرج بعد الصلاة سيدنا عيسى ويقتل هذا الأعور الدجال، وتحدث الملحمة الكبرى وينتصر المسلمين فيها. بعد انتصارهم بفترة معينة تظهر يأجوج ومأجوج وتنتهي، وبعد انتهاء يأجوج ومأجوج يعني يكمل سيدنا عيسى من الحياة ما يقرب على 40 سنة. هناك أحاديث تشير أنه هو يتم 40 سنة غير 33 سنة اللي عاشهم في بداية وجوده عند ميلاده، يعني عاش 33، وكمان في أن 40 بعد نزوله يعني بيصيروا 73 سنة. الله يجزيكم. فبعد موت سيدنا عيسى يا إخوان، بعد موت سيدنا عيسى، وسيدنا عيسى في الأحاديث أنه يحج البيت، يعني بحج البيت والكعبة بتكون موجودة. ولكن بعد موت سيدنا عيسى في لنا شخصية، شو اسمها؟ اسمها ذو السويقتين. ذو السويقتين هذه تأتي وتهدم الكعبة، وتهدم الكعبة. بعد ما تهدمها ذو السويقتين للكعبة لا يوجد ما يشير لأنه الكعبة ستبنى من جديد. فالأحداث تتصارع، ولربما بعد فترة قصيرة تطلع الشمس من فين؟ من مغربها. هلا طلوع الشمس من مغربنا، قلنا إخواني طلوع الشمس من مغربها هي الحد الفاصل ما بين أول الزمان، علامات الساعة الصغرى، الوعد الحق، وما بين علامات الساعة الكبرى. فلربما بتقدر تعدها آخر علامات الساعة الصغرى، ولربما بتقدر تعدها نفسها أول علامات الساعة الكبرى. أنا بعدها أول علامات الساعة الكبرى. ونذكر إخواني، نذكر أنه شخصية الأعور الدجال لربما كانت تتنقل عبر التاريخ من شخص لشخص لشخص، ولربما كانت هي نفسها الشخصية اللي خاطبها سيدنا إبراهيم وقال لسيدنا إبراهيم: أنا أحيي وأميت. وسيدنا إبراهيم شو قال له؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وتم عند الأعور الدجال يعني هدول الفكرتين، إحياء الموتى وفكرة كيف إنه هو يخلي الشمس مالها تأتي من فين؟ من المغرب بدل المشرق. ونذكر إخوان يعني من الأسئلة التي تسأل إنه الأعور الدجال مع إنه محبوس حالياً، إنه لا يمنع إنه أتباعه تقدر توصل له وتتخاطب معه وتكلمه وتأخذ منه تعليمات وتعطيه ماذا يحدث في هذه الدنيا. اللي حديث ابن تميم الداري لما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم شو كان في عند الأعور الدجال، كان في عنده مخلوقة شو اسمها؟ الجساسة، يعني تتحسس له الأخبار وتتجسس على الناس شو تسوي، تنقل له إياها. فهذا لا يمنع أنه الأعور الدجال على اتصال ومعرفة بما يحدث، وأنه العمال بيصير حوالينا شماله بتعليمات من الأعور الدجال. عليكم السلام ورحمة الله. فعشان هيك منقول لربما والله أعلم، لربما والله أعلم إنه يعني هناك أعوان للأعور الدجال بيقوموا حاليا بمشاريع. شو مهمتها؟ مهمتها إنه تقلب الأقطاب المغناطيسية للأرض حتى تشرق الشمس أو تطلع الشمس من فين؟ من مغربها. وهذا سيحدث في آخر القصة اللي هنتكلم عنها، ستطلع الشمس من مغربها، ستكون هذه أول علامات الكبرى. إذا طلعت الشمس من مغربها شو معناه؟ أغلق باب التوبة. هلا بعد طلوع الشمس من مغربها وأغلق باب التوبة، إحنا المسلمين في الدنيا شو تم لنا دور؟ شو تم لنا دور؟ ما تم لنا دور. عشان هيك الله سبحانه وتعالى يرسل آيتين، آية بنسميها الدابة. الدابة شو بتسوي؟ تسوم كل إنسان على خرطومه على جبينه، إما مؤمن أو كافر. ثم بعد الدابة تأتي آية أخرى شو بسمها؟ الريح. هذه الريح طيبة
تقوم بحصد أرواح المسلمين كلها مرة واحدة، فيموت كل المسلمين في الدنيا ولا يتبقى إلا مين؟ الكفار. هلا في الكفار اللي بتموا في الدنيا، الله سبحانه وتعالى علمنا والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا شو قال؟ إنه هذه الدنيا شو مالها؟ سجن المؤمن وجنة الكافر. إحنا طلعنا من أمين تام الكافر، هاي جنتك سوي فيها اللي بدك إياه. أولها بيعيشوا في تناغم، ولكن اللي إشي الأكيد إنه بوصل لمرحلة إنه هم ينقلبوا بعضهم على بعض زي النار. إذا ما لقتش حطب تأكل شو بتسوي؟ تأكل حالها. فينقلبوا بعضهم على بعض ويبدأوا بالاقتتال أو بالدسائس بين بعضهم حتى تقوم عليهم أهوال يوم القيامة. فأهوال يوم القيامة لا تقوم إلا على شرار الناس اللي مسميهم أو سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام لكع ابن لكع، تقوم عليهم أهوال يوم القيامة. هذه إخواني مختصر الحديث من جديد، دخلنا فيه للسلسلة الزمنية اللي احنا بنعرفها عن آخر الزمان، دخلنا فيها فين احنا موجودين حاليا. احنا موجودين في مرحلة والله أعلم، دائما إخواني مرحلة والله أعلم، إنه احنا في مرحلة موت خليفة واقتتال ثلاثة، ثم بعدها في عنا منقول كمان مرة الرايات السود، بعدين المهدي، بعدها شو بيجي؟ السفياني والخسف بجيش السفياني، بعدين لربما نقول والله أعلم في عنا سيكون الصيحة لربما، وفي عنا بعدين الجوع 3 سنين، بعدين في عنا الطارق، بعدين في عنا الأعور الدجال، ظهور الأعور الدجال، بعدين في عنا نزول سيدنا عيسى، بعدين في عنا الملحمة الكبرى. وهذه ستكون يعني من أهم علامات الوعد الحق. بعد الملحمة الكبرى في عنا يأجوج ومأجوج، بعد يأجوج ومأجوج في عنا باقي حياة سيدنا عيسى، حج البيت، زواجه، بعدين في عنا هدم الكعبة، طلوع الشمس من مغربها، بعدين في عنا الدابة والريح، وباقي الدنيا ما بتهمنا لأنه إحنا ما بنكون أصلا موجودين فيها، بكون فيها موجود شرار الناس فقط. نسأل الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا وشافي جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.